أيها الآب، يا ملك الملوك ورب الأرباب، جايين يا رب أمام عرشك، أمام عظمتك. يا رب نحن نعرف ونؤمن أنك يا رب أنت خالق السماء والأرض، وكل شيء يا رب بتصرفك وكل شيء بين إيديك. جايين ومؤمنين، ونعرف يا رب أنه نحن في محضرك وتسمع وتستجيب لصلواتنا. يا رب حاطين أمامك بلدنا، حاطين أمامك يا رب التحديات اللي نحن موجودين فيها. أنت قلت يا رب أنه الأرض ساقطة، أنت قلت يا رب ما رح نلاقي سلام حقيقي على الأرض، لكن السلام الكامل الحقيقي هو من عندك ومعك أنت، هو السلام الداخلي. لكن جايين ومنسألك يا رب، أرجوك تعطينا سلام أرضي مؤقت، لنقدر يا رب نشهد لإسمك ونعيش يا رب لنمجدك، ونكون يا رب عم نقدر نزرع هيدا السلام اللي انت عطيتنا اياه بقلوب كتار. يا رب بلدنا معذب، بلدنا يا رب عم بيعاني، بلدنا عم بيتوجع، ناس يا رب فقدت ارواح محبين، كتير ناس يا رب بالمستشفيات يا رب عم بيتألموا، كتير ناس يا رب خسروا اشغالهم وبيوتهم وكل يا رب ما يملكون. جايين يا رب لنسألك، انت اله كل رحمة وإله كل تعزي وإله كل تشجيع، جايين يا رب لنسألك إنك أنت تكون سبب عزائهم، إن يا رب إنك أنت تلمسهم لمسة تشجيع بروحك القدوس يا رب، يكون حاضر بقلوبهم ببيوتهم بعيالهم في وسطهم، يشعروا يا رب إنه كل شيء أرضي فاني. وإنت بتقول حتى حياتنا هي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. يا رب منفكر أوقات إنه رح نعيش دايما ورح نعيش حياة أبدية على الأرض، لكن مننسى أنه حياتنا يا رب إلى وقت قصير ورح تروح. كنا خايفين من الكورونا، هلأ يا رب خفنا يا رب من الانفجار اللي صار، وقدي في ناس تعذبت وتألمت، وكتير تحديات مرقنا فيها وعم نمرق فيها، مش بس هلأ مش بس هالسنة، لكن بلدنا عانى كتير يا رب ونوجع كتير. لكن خلينا نوصل يا رب ليقين، نؤمن يا رب انه يا رب نحن مش ممسكين باي شيء بنملكه، لانه ما في شيء بنملكه، كله فاني كله ارضي كله باقي. اعطينا يا رب نتعزى انه مهما صار يا رب، لو باسوأ الحالات يا رب خسرنا حياتنا، عنا سلام وعنا رجاء انه عنا حياة ابدية معك. خلي يكون يا رب العزاء اليوم من عندك، خلي يكون التشجيع من عندك يا رب. بعرف في كتير ناس عم بتساعد، في كتير ناس عم تحمل أثقال، في كتير ناس عم تأمن مواد غذائية، في كتير ناس عم تساعد بترميم البيوت، لكن يا رب اطلقنا لنكون رجاء وأمل لهالناس. اطلقنا يا رب نكون مستمعين لأوجاعهم، اطلقنا يا رب لنكون مصليين معهم يا رب، لنرجع فعلا التعزية من عندك، مش من الإنسان ولا من البشر ولا من أي شيء مادي. ساعدنا يا رب عن جد نتطلع ونشوف يا رب انه هيدي فرصة، فرصة يا رب بالألام اللي انت بتحول جميع الأمور للخير للي بحبوك، حتى بالألام وبالتحديات فرصة يا رب للناس ترجع وتشوف انه ما في بي إلا انت، ما في عزاء إلا منك، ما في يا رب حماية وسلام إلا بوجودك وحضورك انت في وسطنا وبقلوبنا وببيوتنا وبعيالنا. استخدمنا يا رب لنكون نور وملح بهالظروف الصعبة، لنكون يا رب عن جد عم نشهد لأسمك، وعن كون يا رب عم نقدر نوصل عن جد هيدي الرسالة لكل تعزية وكل تشجيع يا رب، اللي بتقدر يا رب تتحدى وتغلب كل التحديات الأرضية، وتكون يا رب كنوزنا مش أرضية لكن كنوزنا سماوية يا رب. بلدنا بين إيديك، شعبنا بين إيديك، مستقبل بلدنا بين إيديك، كنايسنا بين إيديك يا رب، لكن أهم شيء يا رب خلاص النفوس، انت يا رب استخدمنا لنكون هيدي الادوات يا رب بين ايديك، لنشهد لاسمك ونوصل رسالتك لاقاصي الارض. انت قلت يا رب تعالوا الي يا جميع المثقلين يا رب، عن جد المتعبين يا رب والثقلي الاحمال، وانا اريحكم يا رب. عارفين يا رب انه نيرك هين يا رب، وعارفين يا رب لما نكون معك منشعر انك انت حامل كل الاثقال. بصلي يا رب تكون يا رب هالأوقات الصعبة فرصة للناس تشوفك، وعن جد تشعر بوجودك وبحضورك بقوة وبقوة روحك القدوس. يا رب بحط لبنان بين إيديك وشعبه بين إيديك، لك إلهي كل المجد، باسم ابنك يسوع المسيح. وصلي أمين.